Oh.
السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأقازيل الأسماء كلها أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب ولا يرد عليه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله الفاتحة.